بالنسبه لتنقية البلوعات تتم وفق واحد البرنامج اللي هو مسطر ومنسق مع الجامعه الترابيه لمدينه الدار البيضاء. يتم احترام هذا البرنامج طيله السنه. خلال فتره الصيف العمليه تضاعف من اجل تنقيه جميع البلوعات حتى لتجنب اختناقات المياه الصرف الصحي، مياه الصرف، مياه الامطار. كما ان عمليه تنقيه البلوعات هي عمليه مهمه لاستقبال جميع المياه الامطار في ظروف جيده. واشير كذلك الى ان هذه العمليه تشمل جميع مناطق الدار البيضاء الكبرى.